هذه الممرضة الإيطالية كريستينا أجبرها كورونا على أن تعيش في عزلة كونها في الصفوف الأولى لمحاربة الوباء، وتبدأ يومها كالمعتاد بجمع مقتنياتها الشخصية قبيل التوجه إلى مستشفى سان باولو في ميلانو. في هذه الفترة أعيش معزولة في المنزل لأنني أعمل في قسم الأمراض المعدية، والآن مع فيروس كورونا أخشى على عائلتي وبنتي التي أرسلتها إلى شقيقتي. وما يؤلم الممرضة كريستينا أنها تتعايش مع مصابين بالفيروس ليس لديهم معيل. هناك مرضى يلمسون روحك لأنهم وحدهم وليس لديهم أقارب، ويعيشون مرضهم بمفردهم، وأحياناً يقضون لحظاتهم الأخيرة بمفردهم لسوء الحظ، لذلك نشعر وكأننا من عائلتهم. وقبل أن تحط أقدامها في مقر عملها، تذهب إلى مطاعم البيتزا لجلب الطعام لها ولزملائها الذين تعلو الفرحة وجوههم عقب رؤية شرائح البيتزا التي ربما تذكرهم بأيام ما قبل كورونا. وبعد الانتهاء من تناول الغذاء تتفرغ لمهمتها الأساسية وترتدي الزي الطبي وتأخذ الاحتياطات اللازمة وتذهب لغرف المصابين لمتابعة حالتهم الصحية. وحين يشارف يومها على الانتهاء تجلس إلى الطاولة برفقة زملائها يراجعون التقارير الطبية ويناقشون ما استجد قبل أن تعود لبيتها لتقضي ليلتها بصحبة الظلام والوحدة استعداداً لتكرار ما حدث في يوم آخر جديد.